على الإطلاق ولا لاعب إيطالي في الأمام، فقط تيمو تشوب. والسيناريو أصبح واضح الآن، جوفينكو انفرد، جوفينكو مر جوفينكو يا ولد الله، ماتري جول جول جول، مرتدة إيطالية نموذجية يخلصها النملة الذرية الأتومان سيباستيان جوفينكو بالكعب بالكعب على طريقة الكبار، يضع ماتري هدية، ينفرد ماتري ولا يخطئ، وبمساعدة القائم الأيمن يسجل هدف رائع جدا، لا يوجد تسلل، جوفينكو يستلم ينطلق يصل ياخذ مع المدافع، شوف 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 سحب معاه ستيبانينكو ثم بالكعب يلمح، وكأنه له عينين له عينين في راسه من ورا في ظهر راسه، جوفينكو لمح ماتري وقدم له الكرة هدية هدية، وماتري روعة ببطن القدم في الزاوية في أقصى الزاوية اليمنى بمساعدة القائم، كرة وهدف على طريقة البلياردو، جوفينكو وماتري